السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تقول لنا يعني بالأحرف الاسم ديالك؟ سميتي كريم كنيه بلا ما نقول. مؤاخذة، بغيت نسولك أول سؤال، شنو كنتي كدير في المغرب؟ المغرب عندي ديبلومات، عندي ديبلوم ديال الميكانيك، ديبلوم ديال الألمنيوم، وشاد الباك صافي، وما الدبلومات كاع ما خدمتش بهم. واخا سيدي، بغيت نزيد نسولك سؤال اخر. واش عندك خليتي العائله في المغرب ولا جيتي ولا يعني خليت الوالده والوالد وخويا الصغير. الحق انا اللي كنت كنصوفهم شويه، يعني الحاله ضعيفه. شنو اللي خلاك بالاساس انك تخوي البلاد، يعني تخوي المغرب وتشد هاد الطريق هذه؟ الاساس كتفكر في حاجه الاولى هي والديك، خصك تصوفيهم ضروري. يعني ما الا بقيتي في داك البلاد يعني ما غاديش تصوفيهم، ما غاديش تصوفي راسك انت براسك. يعني واحد الوالد تقاعد عندك شي قليل، يعني ما غاديش خدمتي نتايا وكلتي راسك كلتي يوم، هما ما غاديش تاكلو كاع. الوالد ديالك شنو فاش كان خدام الوالد ديالك؟ الا كان ممكن تهز الصديق ليش متقاعد، كان هو عسكري كيقبض في الشهر، هو خرج قديم شوية في شي 2001 واقيلا، دخل له واحد 25000 25000 في المغرب. توقي بحال اللي قالت لك 400 درهم كفيك لنا تخربق وصافي. واخا سيدي، واش يعني والدك ما كانتش خدامة؟ لا الوالدة ما خداماش، الوالدة اصلا مريضة شوية و سميتو ما اصلا ما قدرتش نخلي الوالدة دي تخرج تخدم. واخا سيدي، يعني وبالنسبة للمغرب ما كانت عطاتك التعامات مثلا فاش كملتي الباكالوريا، ما فكرتيش انك تكمل الجامعة ولا مشيتي قادر تدير التكوين؟ حيت اصلا درت التكوين حيت بغيت الا بغيت ندير لافاك كتبقى غادي كضيع غير في راسك وصافي، كتمشي كتلها مع بنادم تما كتم غادي جاي وصافي. يعني ما كاينش شي قراية، 8 سنين ديال القراية، واش انا جبت 8 سنين ديال القراية وهانت شديتيها، شت الاجازة اجازة جالسين بها، يعني ما كاين شي بديل من غير تصوفي راسك وتهرب من داك البلاد. سيدي، وبالنسبه كي جاتك الفكره انك حتى تخوي البلاد، يعني واش يعني قال لك شي واحد ان مثلا راه كاينه هاد الطريق، ولا قال لك شي واحد لان الطريق اللي شتيتي انت طويله بزاف وكان بامكانك انك تمشي عن طريق مثلا المغرب، اسبانيا كما كيديروا؟ علاش بالضروره؟ كل لقيت فلوس لقيت 6 مليون اللي غنضربها في جيت سكي، غادي تشوف، غادي تصبر ضرب طريق طويله وغادي تكون ثمن اللي ثمن رخيص، يعني الطياره تقطع بحال المهم التوتال كاع تقام عليك بشي 2 مليون راه ماشي 6 مليون. كتمشي على طريق تركيا، المهم الطريق طويله بزاف، الطريق ديال بصح فيها العذاب والله الحمد لله. وكيفاش يعني جيتي بوحدك عن طريق، جيتي واش خديتي، واش في المغرب كياخذوا فيزا لتركيا ولا جيتي يعني المغرب ما عندهمش فيزا يمكن ياك؟ لا ما عندهمش الفيزا المغرب، هذيك اللي عندهم فيزا هما الجزائر. اما المغرب عندهم فيزا ما عندهمش فيزا، زعما كتمشي كتقطع التيكيت ديالك في اجونسا كانت العربيه ولا ديال الرواي ماروك، كتقطع صافي كتمشي نيجان، هما اصلا باغيك تخوي بداك البلاد. ممكن بلا ذكر الاسماء، بلا ما تقول لي سميت الشركه اللي جيتي فيها من الافضل، ولكن مزيان قلت لي عندك بزاف الاختيارات. شحال كان الثمن ديال الطائره اللي جيتي فيها؟ نقدر نقول لك دابا قلت الاسماء ديال، معناها نقول لك العربيه ديال الطيران هي ارخص وحده كاينه. كنت تقول لي غير الثمن اللي خلصتي نتايا؟ انا خلصت 80 فري جيت في سميتو صافي، بلا ما تقول لي من افضل مجموعه اسماء. واخا سيدي، وفي المطار تماك في المغرب ما شدوكوش، ما قالوا لكوش فين غاديين؟ كي ملي كتدخل المطار بحال هكا كاين واحد كيقول لك الديوانه ولا ما عرفتش كيقولوا لها بوليسيا، هكا واقف تيقول لك جبد لي الفلوس شحال غادي معاك شنو غادي دير تما. صافي خصك ضروري تدي معاك على الاقل واحد 200 اورو ولا 300 على حسب، ما تصافاش على 200 اورو. واخا سيدي، فاش مشيتو نزلتو في تركيا شنو داروا لكم في تركيا مثلا؟ واش البوليس ديال تركيا منعوكم، داروا لكم مشاكل، ولا عادي دخلتو عاديين داروا مراقبه يعني عاديه ودزتو؟ ملي كتدخل هكا تركيا كيشوفوا عارفين بانك جاي معوج ديال السياح، يعني جاي عوج تحرك، كيشوفوا فيك تشوفها ناقصه، ما كيتعاملش معاك بلطافه ويضحك معاك. يعني تيشد باسبور كيبقى يقلبو مزيان وتعيط لواحد اخر ويزيد يقلبو صافي، من بعد كدوز وصافي. المهم داكشي في تركيا شويه قاصح.
واخا سيدي فاش وصلتوا يعني نزلتوا المطار واش شفتوا طاكسي ولا مشيتوا في الطوبيس ولا من نزلنا في المطار شدينا سميتو كتشد واحد كتخرج بعدا من المطار كتلقى تماك الكيران وكتلقى بحال الكارافانات ماشي كيقولوا السبرانتا يعني افضل تمشي في الكار ماشي سبرانتا حنا مشينا في السبرانتا حسبونا 30 ليره يعني تقلبوا علينا الا مشيتي في الكار كيحسبوا لك واحد 16 ليره يعني كاين غير كتخرج على المطار كاين النصيب تما كيبدا النصيب فاش مشيتي ان شاء الله فاش مشيتي ومشيتو واش لقيتو واحد كيتسناك شحال كنتو بكم نتوما العدد اللي مشيتو من العدد من المطار خرجتو من المطار يعني خرجنا بينا اربعه الدراري كنتو متفقين من المغرب ولا جيتو حتى تلاقيتو تلاقينا جينا من المغرب مع جوج الناس تلاقيت في المطار تماك مغربي اصلا داك الطياره اللي مشينا حنا فيها كلها حراك واخا سيدي وفاش وصلتوا لا 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 فين وصلتوا شنو ديال اتجهتوا ليها بعدك اول حاجه وصلتوا نزلتوا في اسطنبول نزلنا في مطار ديال اسطنبول واش شديتوا الطريق مثلا على حساب الطياره واش كنتم مقطعين قبل من الانترنت ولا شي حاجه شو انا لا كنت في اجونس ديال الطياره اللي باغي تقطع انت لا لا بالنسبه للوطيل اللي جلستوا فيه مثلا الوطيل لا الوطيل خاصك تريزيرفي من لي فابور من المغرب عندك شي واحد يتقول بيه تمشي ريزيرفي بشي 500 درهم ولا 200 درهم يعني تتعامل تهضر مع مول لاجونس تقول له تعامل معايا فابور كيصوبها لك ورقه كيصوبك باش كدوز بها في المطار الا ما كانتش عندك هذيك ما غاديش تدوز واخا سيدي واخا غير كيصوبها لك ما كتنعش بديك الورقه ما كتنعش بها خاصك تمشي ديباني راسك شي جهه واحده اخرى واخا سيدي فاش كتدخل سميتو فاش كتدخل دخلتو لوطيل ولا واش لقيتوا الناس كيتسناوكم ولا مشيتوا كتقلبوا راسكم هكا لا تلاقينا مغاربه سولنا كيجيو عندك هكا جزائريين كيقول لك شنو كاين شنو كاين حنا مشينا اسطنبول ولكن مشينا بالضبط الاقصاري فين كرينا لحقاش اقصاري فيها شويه لوطيل رخيص يعني هكا قول له على المهم فوق 60 ليره فوق 60 ليره 60 ليره حتى 100 ليره كاينه هو خاصني وبالنسبه ل اوتيل زوين ما خايبش واخا خويا المهم غادي ندير واحد الاستراحه قصيره ونعاود نرجعو ان شاء الله نشربو شي حاجه ونعاود نكملو الهضره صافي ان شاء الله السلام عليكم حنا رجعنا للخوت دابا كان واحد سميتو شويه شربنا شي حاجه وبغينا نكملو دابا الفيديو ان شاء الله باذن الله نكملو الاسئله ديالنا كنا في سؤال انك على حساب لوطيل وداكشي هذاك بغيت نجي نسولك واحد السؤال شحال جبتي معاك الفلوس شحال شي معك ديال الفلوس من المغرب الفلوس اللي جبت معايا من المغرب جبت معايا 200 اورو انا جبت معايا 200 اورو اللي جبتها معايا بالضبط 200 اورو كليت بها لوطيل كليت تركيا فيها الماكله رخيصه شويه غير هي كتمل منها يعني كاين ارخص حاجه شاورما وديك هامبرغ تاعهم كيدير 7 ليره 5 ليره على حسب انت شنو كاين شحال هي بالدرهم اللي كان ممكن الدرهم كتجيك واحد 13 درهم شاورما يعني في المغرب غادي تاكلها بواحد الشاورما تاكلها ب 500 درهم 25 درهم عندي سؤال واحد اخر اللي هو واش فاش بتو في داك لوطيل واش بتو مجموعين ولا كل واحد بوحدو لوطيل بتنا بينا ثلاثه الدراري جاتنا شي المهم جاتنا شي 60 ليره لواحد النهار الاول كان غالي شويه واخا سيدي وبالنسبه للتعامل البوليس بعدك اصلا في اسطنبول واش كان شي تعامل ديال البوليس معكم مزيان وبالنسبه للناس واش كان كيتعاملكم في اسطنبول مزيان ولا خايبين ولا على حسب ولا شي هكا مبدلين شنو نقول لك سميتو بالنسبه للبوليس انا اول مره غادي نوصل تركيا نهار الثاني شدونا الى عندك باسبور ديالك من عندك من الشخف ما عندكش باسبور ديالك يديوك اما تردوك للمغرب اما تدوك شي كام تاع ما فيه ميتش وبالنسبه للناس هكا المعامله ديال الناس ديال تركا شويه خايبه ما عجبتنيش ماشي بحال اليونان في تركيا فيهم شويه العنصريه واخا بغيت نزيد نسولك واحد السؤال يعني لانك في الاول رفضتي انك دير معنا هذه المقابله هذه خفتي على راسك يعني وما بغيتيش توصل ولكن ما قلتي لي غطي لي وجهك لك واخا ماشي مشكل نغطي لك وجهك بغيت نسولك واحد المهم عندي اسئله بزاف صراحه شنو هي المدينه اللي اتجهتوا ليها نقول لك واحد القضيه الا جاو شي بوليس هكا ولا شي حاجه راه خاصني نخرج من الطوموبيل المهم راك عارف من بعد نقول لك علاش البوليس وداكشي واخا خويا
بالنسبه لسميتو فاش شنو هي المدينه اللي اتجهتو من بعد اسطنبول؟ فسيتو اسطنبول شنو المدينه اللي اتجهتو ليها؟ المدينه اللي اتجهنا ليها من بعد اسطنبول دوزت 3 ايام في اسطنبول، يعني لقيتي اكثر من سيمانه غطف فلوس كلها. اتجهنا للمدينه ديال ايديرنا، هي المنطقه الحدوديه، المنطقه الحدوديه ديال ما بين تركيا واليونان. يعني هذه المنطقه هذه، هذه المدينه هذه اللي ما عندكش باسبور ما غاديش تدوز ليها. يعني يدير واحد السياسه اللي سياسه ديال تركيا في شكل كتقطع التران ديالك من تما من اسطنبول حتى لايديرنا كتوصل، يعني هذا قطعتي فلوسك كتوصل تماك عندك باسبور كدوز، ما عندكش باسبور كترجع بحالك. يعني انت دعتي في 28، علاش ما يديروهاش المحطه ديال اسطنبول تما؟ تقول لك اللي عنده الباسبور يدوز، اللي ما عندوش ما يدوز. يعني هذه سياسه واخا فاش كان. المهم وبالنسبه فاش دخلتوا مدينه سميتها ايديرنا ياك؟ ايديرنا واخا دخلتوا مدينه ايديرنا، واش عاوتاني كريتو اولاش درتو اولا بتو غير في الشارع في الزنقه اولاش ندور درتو؟ بالنسبه لي بتي في ايديرنا يعني تقدر تكريسا، تقدر بزاف الحوايج. علاش تماك؟ سميتها كاين الاكراد وكاينين حتى المغاربه والجزائريين، يعني شي كيغريسيف شي، يعني غتوصل النهار الاول غتوصل معطل. علاش؟ حيت ملي كتوصل لاكار نتاع ايديرنا كيشدوك تقريبا شي ساعه د المكان، تيديروك بحال الكلاب كيستفوك بحال هكا كيستفوكم. كل واحد كيبدا يعطيك على الباسبور على الباسبور على الباسبور، كيدخل مع شنو كيديروا بك، كدوز ساعه د المكان تيجي يقلب لك حوايجك صافي. من بعد كتخرج كيعطيك الباسبور ديالك يقول لك سير بحالك. مين فاش دخلتوا ايديرنا باتوا في لوطيل؟ بتنا في لوطيل، باتوا في لوطيل، بتنا في لوطيل. كاين على حسب لوطيل الثمن، كاين ديال 25 حتى 50 ليره. حنا بتنا في ديال 50 ليره حيت اصلا ما لقيناش في داك الليل عامرين بالمغاربه جزائريين باكستان توانسا عام يعني كما بتناش ب 50 ما غاديش نباتوا. مرحبا خويا. من بعد واش وشحال جلستوا تماك في ايديرنا باش قررتم بعد انكم تدخلوا الحدود؟ بالنسبه جلسنا في ايديرنا، يعني جلس النهار الاول شفت راسي الا جلس النهار الثاني والثالث ما غاديش يبقى لي فلوس، قلت نصدم النهار الثاني. صدمت النهار الثاني، درنا في طلا صافي، درنا في طلا شدونا البوليس حدا. المهم حنا كنا متجهين للبوسنه، هذه قنطره سميتها بوسنه، يعني ماشي البوسنه، هذه قنطره سميتها بوسنه في تركيا ما بين تركيا واليونان. شدونا البوليس، يعني داروا معنا شويه بخير، ما ردوناش لاسطنبول حيت الا شدوك تما راه كيردوك حتى لاسطنبول. وحنا الباسبورات كنا دمرناهم، يعني الباسبورات الا مشيتي بيه انت وتشديتي تما كترجعنيش للمغرب ريفولي. واخا خويا. وبالنسبه مازال عندي شي اسئله زعما صراحه بزاف. واش ما يعني فاش بغيتو تدخلوا واش لقيتو مشاكل مثلا؟ فاش شحال كنتو شحال كنت اول حاجه بكم باش دخلتوا الحدود؟ شحال كنتو بكم من شخص؟ النهار الاول شدينا كنا بينا شي 8 د الاشخاص، و النهار الثالث ضربنا في النهار الثالث نيشان. واخا. ولكن قبل ما جيتو فكرتوا شنو تشديو معاكم ولا ما فكرتوش؟ صافي قلتوا غنمشيو هكاك باللي جاب الله واننا ناكلو في الطريق واللي لقيناه، ولا يعني هذه الغابه والطريق واش شنو يعني شنو الامور اللي ديتو معاكم باش تحتاجوها؟ انا النهار الاول اللي قلتي لي انت من نهار الثالث مازال ما عرفناش. النهار الاول دينا الماكله بزاف، دينا الماكله بزاف، يعني شنقول لك بحال تقولبنا دينا الماكله بزاف وشدونا البوليس. داك الماكله ما عرفناش فين نديروها، كليناها في نهارها. ونقول لك على نسبه النهار الثالث نهار بلا نقول لك ولكن شنو ممكن تقولي الامور اللي ديتو معاكم؟ يعني يعني شنو الحاجات اللي شريتوها معاكم؟ المهم نقول لكم الدري واحد الحاجه، طون كاشير وهادشي تجنبو. علاش؟ طون يقدر يعطشك ما كاينش الماء، وإلا تسالك الخبز غادي تاكل الطون هكاك. يعني حاولوا تاكلوا ديو معاكم بيموات كيشدوا شويه الجوع، ديو هكا كيلو التمر، كيلو ديال الزبيب، كيلو ديال سميتو المشماش وحمام صات هكا وكا وكا. داكشي المهم اللي يشدك شويه الجوع وما غاديش يحتاج الخبز. واخا. وبالنسبه للماء واش فكرتوا تديو واش ديتو معاكم قراد الماء ولا كنت كتشربوا غير هكا من اي حاجه؟ يعني هذا كنهضر على النهار الاول، ولا ما ديتوش كاع الماء في النهار الاول؟ لا نهار الاول دينا قرعه د الماء بحق شدينا، يعني كلشي بقى لنا في راسنا تما. واخا. وفوقاش رجعتوا بالضبط قررتوا انكم تزيدوا تدخلوا الحدود؟ رجعنا نهار، يعني زدنا بدنا نهار واحد اخر، يعني نهار الرابع
زطمنا زطمنا قلنا ما بلا ما ندي ولا ماكله لا والو، قلنا عايش الدونه عاوتاني. المهم صافي درنا في يد الله والحمد لله. في داك النهار ما ديش فيها الماكله بزاف، دينا شي حاجه قليله ما تشديناش الحمد لله، ضربنا الكرياج ومشينا. واخا هاد الكرياج هذا اللي كتقول شتي السلك الصور ولا شنو هو؟ هاد الكرياج فيه تقريبا واحد جميتر ونص بحال هكا، حنا ضربناه من واحد الجهه ديال الغابه، يعني جهه الغابه غابه غير صغيره بحال هكا. ضربناه 16 بينات الناس، كنا تلاقينا تماك ضربناه عادي. فيها انت فيه جوج سلوكه دايرين، جوج سلوكه دايرين من الفوق، يعني شويه صعيبه باش تدوز، ما نقولكش تدوز طريه صعيب، يعني غتعطل واحد الوقت تقريبا واحد الدقيقه تبقى فيه، يعني دقيقه ولا جوج دقائق كاع تبقى فيه. وحاول دي معاك الليكات، دي معاك جوج ليكات، دي معاك جوج ليكات باش تضربها باش تجي باش يسلك فيها الله يدي. شي ما ديتي لحقت فيهم زي زوارات قطعك حوايج. واخا بالنسبه للحوايج واش ديتو معاكم بزاف الحوايج ولا غير شويه الحوايج ولا كيفاش؟ دابا حنايا حقاش ما عادش ما بغيناش نديو الحوايج معنا بزاف باش الشنطه ما تعمرناش، يعني الحوايج انا الحسم بالنسبه لي كنهضر ليا انا الحسم كلهم في لوطي، ديت غير شي لبسه بحال هكا وصافي، يعني اصلا كيجريسي وانا نكمل من بعد نقول لك على الاكراد داكش. واخا خويا فاش دابا دخلتوا دزتوا الحدود ودخلتوا، واش كنتوا كتشوفوا بالنهار ولا بالليل ولا فاش الوقيته اللي اختاريتوا باش تدخلوا اللي ما تكونش فيها المراقبه ولا شنو كيفاش؟ انا ما فهمتش يعني كيفاش دخلتوا فوقاش بالضبط؟ دخلنا هنا، حنا خرجنا من لوطيل مع 12 ديال الصباح، 12 ديال الصباح ودخلنا الغابه ديال ايديرنا. دخلنا الغابة ايديرنا بحال هكا، يعني لقينا حاشاك سليبات الحوايج مقطعين، يعني هذوك اللي كيتشدوا بلي كيشدوا من الاكراد، يعني كيتكرفصوا عليهم ديال بصح. عندك شي فلوس، عندك شي حاجه حاول تخبيها في شي بلاصه اللي ما كتبانش ولا ما ديش معاك فلوس بزاف. صافي ضربنا مع 12 من تماك، بقينا غاديين على رجينا، قلنا غنزيدوا كيما بغى تشدينا ما تشديناش، احنا غاديين. صافي الحمد لله بقينا غاديين، الناس كتشوف فينا بزاف كذا الحمد لله، يعني حتى واحد ما ديكلارا فينا. صافي مشينا نعسنا في واحد الغابه قريبه شويه للحدود، قريبه للحدود هي ديال الكرياج، نعسنا شويه على ما طاح الظلام. سمعنا شي عسكر تما كيدوزو تما كيضحكوا، كان حنا مشينا بالحد كيكونوا تقريبا سكرانين يعني ما مسوقينش. صافي حنا بقينا تجنبناهم، مشينا على دينا دليمان. صافي الحمد لله نزلنا بالكرياج. بالنسبه ل واش داك الناس مثلا ما كاينش واحد عاونكم وراكم الطريق او اللي عطاكم ماكله او واش بغيتو تشربوا؟ يعني شنو بالنسبه للناس ديال الحدود؟ بالنسبه للناس ديال الحدود كأتراك ماشي كأكراد، يعني في جهه الأتراك غادي تلقاهم في بالنسبه للحدود قبل الحدود غتلقاهم كيتعاملوا، يعني تما كتلقى الدلاح كلشي، يعني كل ما كاينش اللي يهضر معاك ولا تتشبع. شافنا حنا واحد تبعنا بالموطور سحب له شفاره، من بعد قالنا غير حبسوا نهضر معاكم، قالنا ها فين كاين العسكر وها فين كاين، يعني ما كاينش العسكر. صافي حنا تبعنا هضرتو الحمد لله، كانوا ولاد الناس هاهم. يعني بغيتي تقول بان الاتراك ماشي كلهم يعني ولاد الحرام، يعني كاينين مزيانين وكاين الخايبين. يعني كاينين مزيانين وكاينين الخايبين، فيما مشيتي كاين طوب حجر، ولكن في وسط المدينه في اسطنبول يعني لقينا شويه ديال العنصريه، بان كيشوف فيك هكا شوفه ناقصه عارفك حراك من الاخ. واخا المهم دزتو دخلتو الاذن، دخلتو دزتو الحدود ياك ودخلتو من الجهه ديال اليونانيين، واش ما لقيتوش مشاكل مثلا فاش تدزتو؟ لان كيكون العسكر من هذه الجهه والعسكر من الجهه اليونانيه، واش ما لقيتوش العسكر ديال اليونان وقف لكم في الطريق؟ لا، من نقزنا ضربنا في الكرياج، يعني الحمد لله ربي وقف معنا داك النهار وصافي رضات الوالدين. ما لقينا العسكر لا هنايا ولا الهيهات كانوا في ليسر، يدنا ليسر بعادي نمشي نقول شي كيلومتر بحال هكا كنسمعوا هضرتهم. ضربنا الكرياج والكرياج كان فيه الصداع والاخر الحمد لله داز كلشي بخير، يعني ما سمعونا ما حتى حاجه. حاولوا شي نهار الحد كيكونوا شويه سكرانين، تركيا كتكون كلها مقلوبه كاينش اللي تسوق لك. واخا المهم شديتو الطريق مثلا شحال شنو من بعد ايديرنا دخلتو الحدود، شنو هي اقرب مدينه كانت على الحدود؟ اقرب مدينه كانت على الحدود على ما اظن نيوفيزا، كانت نيوفيزا. يعني نزلنا ظهرها، يعني بعيد على نيو فيزا بواحد نقول واحد 4 كيلومترات. الا دخلتي في وسط المدينه غيشدو، يعني البلاصه ديال نيو فيزا حساسه شويه بالعسكر، يعني تلقى العسكر. حنا كنا كنمشيو كنشوفوا العسكر هكا، من بعد ما قطعنا الحدود كنشوفوا العسكر كنتخباو، الا شافك غادي يردك لتركيا. واخا خويا وبالنسبه انا كثرت هذه النسبه ماشي مشكل، انا جاي في الطريق هذا
فاش دستو هاد نيو فيزا هادي يعني بغيت نجيك المجمل، شحال المجمل ديال الطريق اللي ضربتو من هاد ايديرنا يحتل المدينه باش دخلتو لهنا مثلا تيسالونيك زعما يعني شنو هي المدينه اللي باش دخلتو لها؟ واش تيتو واش كنتو كتمشيو على رجليكم ولا كتشدو طاكسي ولا كتشدو خطافه ولا كتمشيو في الطوبيسات ولا كيران ولا شنو درتو؟ شنقول لك بالنسبه من تحت كافالا نسى بانك كتركب هيني كتركب في الكار وتجي نساها في خطره، شحال من واحد كيدير غلط كيركب يعني قبل فيكم. سميت المدينه كافالا، كافالا يعني اللي ركبتي قبل منها تقدر تشد يعني في كومونتيني داكشي يعني غادي تشد ما بقاش داكشي زعما كيدوزو الناس من كافالا تقدر تقطع يعني جيب الله، اما قطعتي قبل يعني غير نسى راه غادي تشد وكافالا رجعوا كيتشدوا فيها بزاف الناس لحقاش ولات محروقه. واخا سيدي فاش كنتو جايين واش تلاقيتو مع افغان باكستانيين مغاربه جزائريين في الطريق ولا يعني كانوا جيتو غير بوحدكم ما تلاقيتو مع حتى شي واحد؟ نهار دخلنا لايديرنا وحنا ما عمرناش في دخلنا زعما اليونان عمرناش فينا شي يوناني، كنشوفو غير الحراقه كنشوفهم اكثر من اليونانيين جزائريين مغاربه باكستان كنتلاقاهم في الطريق سلام سلام اللي عنده الماكله كيعاون شي وصافي الماء داكشي يعني شي كيعاون شي وصافي. المهم الحمد لله ما كاين ولاد الخير كاين ولاد الشر. واخا سيدي يعني الجروب اللي جيتو فيك جوج بثمانية دخلتو بثمانية ومن بعد تفرقتو ولا بقيتو بجموعين؟ كنا بين 16 كنا بين 16 واحد يعني هذوك 16 تلاقينا تلاقينا 8 تلاقينا مغرف قطعنا الحدود قالنا نصدموا معاكم قلنا يلاه مرحبا صافي صدمنا هذوك في التالي موجودة يعني شويه ثقالين ما كيمشيوش مزيان يعني مره تيقول خصنا نرتاحوا صافي قلت لهم خوتي يعني ما يمكنناش حنا زينا نوصلوا الا جينا مقرتاحوا راه ما غنوصلوا من هنا شهر صافي قال لكم قالوا لنا شدوا اللي بغيتوا صافي تفارقنا معاهم عندهم تما مابس حنا عندنا مابس وما عرفش دابا والله ما عرفش واش وصلونا ما وصلوش المهم الحمد لله حنا وصلنا ونتمنى تما مساكن يوصلوا. ما مرض شي واحد في الطريق مرض ليكم ولا شفتوا شي مثلا شي واحد ميت في الطريق ولا شفتوا شي حاله بحال هكا اللي صعيبه؟ لا الحمد لله ما شفنا بصراحه حتى شي حاجه يعني الدري اللي كانوا معنا اغلبيه تفرعوا من رجليهم كاين اللي تفرع من هكا كتبوق له رجليه ولا شي حاجه والشوفيه واحد كان معنا تقاس بالشوفيه ديك الليله ايفيتيناه وبتنا معاه تما مسكين عاوناه الغدا يصبح مزيان. المهم فاش كملتوا شنو المدينه اللي وصلتوا ليها وشديتوا المركوب شنو المدينه اللي دخلتوا ليها بالضبط وشديتوا نتوما من الكار ولا الطوبيس باش نشديو شديتوا الكار قلتي ياك؟ كنا شدينا الكار في كافا في كافارا كنا شدينا الكار في كافارا مشينا جوج هكا وشدينا الكار عادي وصافي. المهم نقول لكم واحد واحد القضيه اللي باغي يصطم يحاول يدخل الفيلاجات المسلمين يجيب الماكله ايفيتيو هكا زعما فيلاجات ديال المسيح ما عرفتش يقدر هكا يديكلاري بيك ولا شي حاجه بحال هكا. واش كتهضر نتا على اليونان ولا على تركيا؟ لا كنهضر على اليونان، تركيا خليناها بعيد. يعني كاين فيلاجات ديال المسلمين في اليونان؟ كاين فيلاجات المسلمين كيكونوا ازرق غير وحده ومعاهم الثمن، يقدر ينصب عليك. بحال دابا كتقول له انا بغيت الماكله صافي يقول لك دخل تشري اللي بغيتي، ملي كتشريها تحطها حداه كتعطيه 50 اورو تيبقى يحسبها كيبقى يزرب عليك في الكالكيلاتريس تيقول لك راه كيكونوا البوليس هنا غير بالعاني باش يزربك انت وتقول نعطيه 50 اورو ماشي بحالي مي كصغير وراه كتحسبك ب 50 اورو. واخا سيدي بالنسبه للماء في الطريق كفاكم ولا شنو شربتوا منين شربتوا الماء؟ الماء ما نكذبش عليك يعني اي واد كنلقاو كنشربوا منه يعني الماء ما غاديش يكفيك قرعه كيما بغات تكون ما غاديش يكفيك. بالنسبه كاين اللي دخل طواليت كاين اللي كاين بزاف الحوايج يعني حاولوا تشربوا من الماء ديال الواد صفي واه ولا ديروا شي حاجه بحال هكا يعني ما عندكش من تجيب الماء ما كاينش من تجيب. واخا خو نقولوا فاش وصلتوا سميتها المدينه اللي دخلتوا ليها تيسالونيك دابا الحمد لله اللي حنا فيها دابا تيسالونيك واش جيتوا بالكارت تاع تيسالونيك وكملتوا بكم حتى هنا كنتوا عارفين بان هذه البلاصه هذه هذا الكامب هذا كيعاون ولا ما كنتوش عارفين يعني قالوا لكم في الطريق ولا كيفاش؟ لا حنا من المغرب عرفنا بان هذا الكامب هذا تيعاون ولكن ملي وصلنا للكامب هذا ديال تيسالونيك لقينا عالم واحد اخر يعني ماشي داكشي اللي كنسمعوا عليه. علاش؟ حيت ولاو الناس بزاف وما قدروش يتحكموا فيهم يعني باكستانيين بزاف مغاربه جزائريين يعني عطيت تشوف بنادم ناعس غير في الارض و
ما بقاش داكشي اللي كيعطيو الماكله، شحال اللي كان كيعطيو الماكله، خرطيه تيعطوك في نهارها غير كتدخل كتنعس، دابا والو ما عندكش شي، اش كيقولوا داك الشاكوشاج، الا ما عندكش ما غاديش تنعس. واخا لا انا لاحظت واحد العجب، ان الناس نعس كثير في الارض. يعني شفتو انا هنا يعني تقريبا دابا هادي 3 ايام وانا هنايا كنشوف بان هاد الناس هادو يعني ما عندهمش لا ما ياكلوا ولا من يشربوا. انا حتى الدوله مثلا، حتى ان السفاره اللي السفاره المغربيه تجي على الاقل على الاقل انها تصيفط واحد الانسان اللي يشوف هاد الناس هادو ويشوف الاحوال ديالهم ويطمن اول حاجه على الدراري، يشوفهم واش الناس واكلين شاربين، علاش جاوا، ويحلوا المشاكل ديالهم. لا ولا حد هنايا ما مسوقش لهم، كان هاد الناس هذا دبان، كان هاد الناس هذا ما عارف، كان يعني عاله على المغرب انه يعني ما بقاوش باغيين هاد الناس هادو. فمن الافضل انه يقولوا لهم، يخليهم على الاقل على الاقل على يخويو داك البلاد، داك البلاد يخليهم يخويوها، او لا قبل هاد الوليدات ديالهم هادو على الاقل نعاونوهم، ماشي نعاونوهم باش يحرقوا هنايا، كان غير يجي يطمن عليهم وليداتي واش واكلين واش شاربين، فهمتيني؟ يعني ما غيخسرش عليه شي حاجه اللي هي كبيره. ها وليداتي شنو خصكم؟ انا شفت الحاله ديال، انا جيت من هنايا على اساس خدمه، يعني جيت هنا على اساس خدمه، حتى انا كنت مغربي، حتى انا خرجت قريت في المانيا، من بعد الله سهل خدمت هنا في المانيا، مصيفطيني دابا لهنا في خدمه، مصيفطيني في خدمه هنايا باش نشوف الاجواء كي دايره. يعني ماشي المغرب اللي صيفطني، لان سالونيكي هي اللي كاينه هنايا اصلا هي تابعه للكاريتاس، للكاريتاس اللي هي ديال المانيا. هاد كاريتاس تقريبا كتعاون المهاجرين، كتعاون كلشي كاين هنا في المانيا، في اليونان، في غريشلاند، وكتعاون هاد المغاربه، كتعاون يعني بصفه عامه كتعاون هاد اللاجئين هادو. وانا كنت اختاروني باش نجي انا نعاون هاد الناس، نشوف يعني ما نعاونهمش بماديه ولا شي حاجه، ولكن غنعاونهم غير شنو عندهم نقص، شنو كاين. وكتشوف ان بلاد برانيه اللي هي اللي كنقولوا عليها حنا اوكي متفق معايا دوله كافره، ولكن اخويا عندهم ناس عندهم القلب وكيفكروا في واحد اخرين، ودايرين لهم فين ينعسوا، دايرين لهم من امور واحده اخرى. بالنسبه اللي كيجي جديد ف ما لقاش فين ينعس، لاحظت انا لاحظت بان هاد الناس هادو ناعسين بزاف، ما بغيتش نصور، لان والله العظيم انا فاش دخلت في الاولى جاتني البكيه حق الله العظيم، انا كنجلس هنا حاسس براسي غنطرطق، لان كتشوف انا وفي الطوموبيل ديالي بلاصه ديالي ناعس، وخوتك المغاربه معذبين، تخيل انهم البرد انا ناعس في الداخل وكنحس بالبرد اللي هما فيه، راه حاشاكم الكلب ما يقدرش ينعس داك البرد هذا اللي كاين دابا، كتلقاهم بحال تخيل انت سراق الزيت، ناعسين بحال سراق الزيت، مجموعين على بحال حداهم الزبل، حداهم البول، حداهم كاين الشفاره، كاين الحشيشيه، كاين القماره، كاين كلشي. يعني كان هاد الانسان هذا، هاد الناس هادو ما كاينينش في هاد العالم كاع، كامل ما كاينينش، ما معتبرينهمش. يعني ما كنهضرش كاع على المغرب انا مثلا، ما كنهضر على الجزائريين دولتهم ما مسوقاش ليهم، كنهضر على جميع باكستانيين، افغانيين، تونسيين، سوريين، لبنانيين، عراقيين، راه شي حاله كتشوف هنايا فقلبك يضرك، قلبك يضرك بزاف، كتبغي كاع صافي كتقول تفو، رغم انني مسيطر دوله المانيه يعني، يعني حتى انا عندي الجنسيه المانيه، ولكن مع ذلك يبقوا فيك هاد الخوت هادو، كيبقاو فيك كتقولوا علاش هاد الناس هادو، علاش هما ما تعطاوهمش فرصه، انهم ما تعطاوهمش فرصه في المغرب يقراو، او واحد قرا في المغرب ودار ديبلوم وخد ديبلومات ديالو، في الاخر تقول ليه ما تعطيش حتى القيمه، ما تعاونو في حتى شي حاجه، وتخليه مع الدم مسكين في هنايا لا بالجوع، راه على الاقل علاش سماها السفاره؟ السفاره عباد الله هي باش كتعاون داك الناس مساكن المهاجرين برا، راه ماشي هي السفاره تجلس في المكتب وتبدا تتخلص وانت ما عارف شنو كاين. علاش حاطين حنا السفاره اصلا في اصلا المغاربه ما كاينش في اليوم من خدامين بزاف، ما عرفتش شحال غيكون، نقولوا حنا نقولوا 1000 ودابا تحت 1000 تحت عليه صافي، ما دايرين غير طريق اليونان دايرين غير طريق. متفق معك، ولكن على الاقل جيت تسول بان على مغاربه هنايا، لا وانا ما شفتش الشخص، انا واحد الشخص يسول في هذا الخوت شنو بغيتو، شنو كاين، واش بغيتو مساعده، ما بغيتوش مساعده، لان راه تيرا تشوهنا لواحد الدرجه لا تتصور. انا في الاول باش نقول لهم انا مغربي اصلا، ولكن في الطريق اضطريت لان بقاو فيا بزاف وما عنديش باش نعاون، لان ما يعني كنهضر عليك ماديا، يعني انا جيت لهنا غير باش نجلس معاهم ونشوف شنو باش من بعد غادي نرجعوا كلهم شنو كاين وشنو ما كاينش، شحال البنادم، المهم امور اللي هي خاصه بالخدمه.
فكتشوف انت هاد الناس هادو اللي لا حول ولا قوه الا بالله وصف، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. نرجعوا للاخ نكملوا معاه بعدا. دابا انت فاش دخلتي لهاد الكامب هذا ودخلتوا لهاد الكامب هذا، واش تعرض لكم شي واحد مثلا قال لك فلقيتوا شي واحد في البيرو واقف، ولا غير دخلتوا شديتوا بلاصه؟ احنا ملي جينا كنا اول مره غنجيو كنسحبنا نلقاو الفراش بياض والناس زعما عليه ونلقاو الماكله. ساعه سولنا شي مغاربه في الدخله قال لك شوف كاينه حاجه وحده هنا، الدوش بارد، غتدخل غدوش غتمشي تقلب على راسك في شي خربات تسكن فيها ولا شي حاجه، يعني ما كاينش الا جلستي هنا غادي تموت بالبرد ديال بصح. يعني شحال واحد يمكن كيمرض هنا، مغاربه تيمرضوا هنا، يعني خاصك باش تقلب شي خربه اللي مسقفه كي واخا يكون فيها ماشي غير ريحه حاشاك ريحه البو يكون فيها اللي كان، يعني غادي تصبر لها اكثر ما غادي تصبر لهاد الكامب هذا، يعني بارد بزاف. ودابا بالنسبه لك انت في الناس، يعني واش ناس في الارض ولا في الناس؟ ما عرفتش انا دابا هاد الريبورتاج اللي كندير مع هاد السيد، معني هاد الاخ هذا ندير معاه في الطوموبيل هنا في الداخل، لان البرد برا ما قديتش صراحه، كنت غندير معاه برا، ولكن قلت ندير معاه في الطوموبيل هنا الداخل لان سخون الحال على الاقل هنايا، الطوموبيل سخونه شويه. دابا ما عرفتش انا كنشوفهم من هنا لحد الان كنشوف راهم برا ليهم جالسين مساكن، اللي ملوي في الكاشه، اللي ملوي في ميكا، اللي ملوي يعني قلت لكم واحد الحاله اللي هي صعيبه بزاف 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 بزاف. تخيل انا لحد الان كناكل معاهم، كنجلس معاهم، مشيت كليت معاهم البارح صراحه، جيت فاش كنت رايح قلت ناكل معاهم، كليت معاهم اللوبيا صراحه كرشي غطرطق، هذيك اللوبيا حاشاكم ما ياكلهاش حتى اش نقول لكم، حمار اش من حمار، حمار مي اش نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله. انا اللي كامل كرشي كضرني، هما جاتهم ساكن اللي دار ان فهمتيني، الله يحسن العوان زين، الطريق ضربوا الطريق وكانوا كيموتوا بالجوع، اربع ايام ولا بالجوع، اربع ايام حيت ما ديش معايا ماكله بزاف، وكنا كنيفيتيو سميتو الفيلاجات ديال المسيح باش ما نتقبطوش، يعني غادي تصبر شويه الجوع. بيمو كنا كنقسموا بربعه بينا، تخيل بيمو كنحلوه بحال هكا، غير كتحل شويه منه كلشي كيبقى يشوف فيك، يعني ما تقسم مع خوك ضروري. يعني دابا تخيل انسان مثلا يقدر يقتل خوه على ود بيمو، وتخيل انك تقتل خوك ولا صاحبك ولا شي على ودش على ود بيمو باش ما تموتش بالجوع، يعني واصله لدرجه ديال ما عرفتش نقول لكم. وبالنسبه لهذيك البارح لان صراحه كانوا، وشفت سبحان الله هما ما كانش عندهم، يعني ما عندهمش، ومع ذلك البارح الفوع عليا بالله انني قلنا هما اللي يخلصوا عليا، قالك اجي تشوف الماكله اللي كناكلو هما اللي يخلصوا عليا صراحه. بشحال ديك الطوسيط اللوبيا اللي كلينا عندك شخص ايراني ولا عراقي؟ هذاك ايراني. ايراني الحمد لله، داك ايراني فيه شويه هذا الخير على المغاربه، كاينين مغاربي مغاربه تيبيعوا اللوبيا هنايا راه ما يعقلش عليك، كيدير لك فيها غير الماء والزغارت، ايراني شويه الحمد لله تيكثر لك شويه، غير ما عرفتش كتحرق في الكرش، يعني ما تقتصرش الصودا على حسب، كان ما عرفتش، ولكن انا كنظن انا اصلا يمكن كنظن عندي المعده، ولكن يعني الليل كامل ما قديتش نعس بها، ضراتني كرشي بزاف، ممكن على حساب الولف، على حساب الولف حنا نهار الاولى كحرقاتنا في كرشنا، ولكن من بعد ولفنا بها. شحال كيحسب داك التبصيل اللي عطانا البارح؟ التبصيل تيحسبوا، التبصيل فيه ربع كيحسبوا وخبزه، خبزه كيحسبوا باورو، بغيتي التبصيل كامل كيحسبوا لك باورونس. المهم يعني نقولوا 300 درهم التبصيل اللوبيا، هو خاصي بالخبزه ديالو، ما صار كان شي زوين، ولكن يعني ماشي. هاد النهار حاولت اسمحوا لي غادي عندي نشطط. وبالنسبه بغيت نسولك عاوتاني على لاحظت انا واحد الحاجه، ان خويا ليمونه راه خويا لاحظتك فيا عطشت انا اصلا. اش كدير مثلا في الماكله ما تبقاش تاكلوا كل نهار اللوبيا؟ واش عندو اللوبيا وعدس ومطيشه بالبيض ولا شي حاجه؟ عندو اللوبيا هذا الايراني، عندو اللوبيا والعدس وقيل الرز والدجاج، بالنسبة للمغربي عندو داكشي الماكلة ديال المغرب، يعني الماكلة ديال المغرب الدوارة، يعني الحمد لله هذا كيعيشك شوية ديال الأجواء ديال المغرب، كتوحشوها. عندي سؤال، واش حليتيها بيديك دابا ولا حليتيها بموك؟ حليتها بيدي. تبارك الله. وراه شي الطريق اللي طلبنا راه بزاف، بسم الله. قسم الصبر. ما أنتم كنت نوريكم أنا غير التفاحة كي دار ليها بيدوها. تحجروا. دار لها الطرق قسمها على جوج. يعني لا موش لا والو، يعني. واخا خويا. هنا كيدير الاجواء هنا مثلا بالنسبه يعني واش كاين شي مثلا لا عندهم مغاربه
هادو جزائريين وانتابزوا الحرب ولا يعني عاديين ولا كيفاش؟ اش نقول لك، كاينين عصابات جزائريين وكاينين عصابات مغاربه يعني شفاره، تقدر تنعس باللي يجي يديك ولا يتلاقك شي بلاصه يديك داكشي اللي عندك. ولكن اخيب اخيب وحدين كاين هما الباكستان، يعني تجنبوهم اخوتي في خطر. يعني تكون في الكامب بحال هكا غيدوز غيقيسك بالعاني غيبغي يجبدك، غتبغي تدوز معاه تجيب النفس على راسك غتضربو، ماشي ما غتضرب، غتكرفس عليه ديال بصح نص متر ما فيهم. ولكن اخوتي غتاكلوا العصا ديال بصح، علاش هما كيتجمعوا؟ غتلقى واحد تلقى دايرين بك 30 واحد مغربي السيمانه اللي دازت مسكين، قاسوا واحد في كتفو بحال هكا مشى عاد قال له قصيني هكدا، هادو كيدابزو هما وياه، جا الاخر ضربو بموس للراس، دار له شي خمسه د الغرزات في راسو مسكين، صافطوه للطبيب، ما عرفناش حتى الان فين هو مسكين. اسمحوا لي اخوتي كناكل تفاح، مبغيتش نجم برشكم معايا، غادي نرجع دابا شي واحد شويه. واخا خويا بغيت نسولك واحد السؤال، دابا انت شحال بقالك ديال الفلوس ملي شريتي؟ قلتي 200 اورو دخلتي معاك من الاول ياك، شحال بقات لك من هذا؟ 200 اورو بقات لي منها 10 اورو هي اللي بقات لي من هذا، يعني على نشوف الدراري صحابي يسلفوني. يعني صافي حتى المشكل دابا الفلوس بالسيطه من اوروبا صعيب ولا من المغرب صعيب، غنشوف شي واحد لهنا غيسلفني. ولكن بحال دابا انا نقول لكم اخوتي واحد القضيه، اللي ما عندوش ما ياكل كاع في خطره، راه كاين جمعيات هنايا كتمشي كتقيد ورقه معاهم، كتنخرط معاهم، كتوك فطور غدا والعشاء ديالك، يعني كشي قليل زلافه زلافه يعني، وراه الحمد لله والله ما زلافه هنا، وانا بقى عايش داك المغرب ما فيه لا زلافه ولا زلايف، حتى الماكله ولات غاليه بحال بحال اوروبا. واخا خويا بغيت نزيد نسولك دابا، انت ان شاء الله النيه ديالك، حيت انا لاحظت البارح وانا كنت هنايا وكنت شفتكم كتمشيو نتوما عند البوليس، نتوما كتمشيو عند البوليس وكتقوم شدوني، ما فهمتش انا ما فهمتش هذا الشيء. يلا ولا تقريبا شي شهر فاش ولا شي، علاش؟ حيت كثروا الناس هنا بزاف، انت كتشوف انت شحال من واحد هنا كيتسناو في البوليس، علاش هاد القضيه البوليس؟ خاصك تاخذ خرطيه، شحال اللي خرطيه كتاخذها في النهار ولا في السيمانه ديالك كتاخذ خرطيه؟ دابا بغيتي خرطيه خاصك دير مشكل ولا تسناو البوليس يجيو لهنايا للكامب، كيهزو 10 الناس بالعصاب ضرب كلشي، يعني خاصك تتصف بحال هكا، هو كيعزل هو وكانت هو شنو عزل ما عزلكش اخويا، خاصك تهبط للمدينه لتحت اما تاكل وما تخلصش، قول له اخويا عيط للبوليس يجي يهزو ولا. المهم انت وزهرك هاد الخرطيه، انت وزهرك هاد الخرطيه، علاش الخرطيه؟ كتحتاج باش الى باش تخرج لالبانيا وتدخل على مقدونيا باش توصل للبوسنه، هادو كلهم علاش كديرهم؟ باش شدوك البوليس ديال البانيا ما يردوكش لتركيا نيجان، غيردوك غير لهنايا للكامب، فهمتيني؟ يعني في كل مدينه خديتي خرطيه خاصك تدخل بها المدينه، تدخل بها الدوله الجايه، ما يردوكش الدوله الاولى، غيردوك الدوله اللي قبل منها، فهمتيني؟ يعني هادشي اللي كاين. انا صراحه شفت البارح، انا كنت جالس وشفتهم ان البوليس مثلا كيضرب عباد الله بالركل وكيبدا يعزل، يعني تخيل انت بحال اللي كتدخلوا لشي شي تشري الحوايج ديال العيب، شي زريبه حاجه ديال هكا وبدا تعزل، اجي انت وضرب هذا بركله ودفع هذا وتجر هذا وتجر، واللي تجر تيمشى عرو تجر مودنو، واللي تضرب وتعاود تجر، المهم واحد الحاله ونقهم تخيل كيضربك وانت كتزيد تمشي لعندو كتقول له غير ضربني غير ديني للحبس. قبيله مثلا كناكلو وبديت كنبغي غير نضحك مع واحد يعني، قال لي قلت لي فين غادي؟ قال لي غنمشي نقلب على خرطيه، قلت له قلت له هاك سمعك، قلت له سير الله يعطيك الحبس، ويقول لي امين وجاتني الضحكه، قال انا الحبس الخرطيه، قال لي مش بديت كنشوف ان وصلنا لواحد الحقاره، ان وصلنا وين حنا كنقلبوا على البوليس، كتقلبوا على الحبس يعني كنا في المغرب كنشوفوه معلق، دابا انا يمكن في اليونان خصك زعما مشيتي عاد تشوفوا الهيئات وتمشي عندو ترغبوها بغيت خرطيه، تيقول لك رجع للكامب تا وزهرك، الا قال لك اجي نديك هي هذيك، ما قالكش ديك انت كاس في هذا الكامب هذا كتاكل الماكله. المهم تبقى تشوف عند ماما ماما روزا كتداوي كتعطيك شويه الماكله، يعني زلافه هي صغيره فيها مقارونه انت ونهارك على حسب الروز الفريت، المهم هادشي اللي كاين وصافي. ايوا شنو نقول لك اخويا، نتمنى لكم دابا الخير ان شاء الله. وصراحه انا المهم انا والله تبكيت حق الله العظيم، انا شفت الحاله هذه اللي راه درت فيديو صراحه نقدر نوريه لكم من بعد، مازال كنفكر يعني في شي امور
شت ديك الحاله ديال ان بنادم تمشي عند بوش وبوش كيضربو كيدفعوهم كيقول ندعس لك انت عزا. درت فيديو اللي كان في الظلام ما عرفتوش يكون واضح ولا ماشي واضح مزيان لان صراحه ما شفتش مزيان يعني ما سجلت ولا اني ما عاودتش شفت الفيديو من بعد ولكن دابا نعاود نشوفو ليا كان خدام غادي نديرو لكم نحاول نلتقط شي صور بعدك من هذا من هذا هذا الكامب هذا اللي هنايا لانه هو انا خصني من المشاكل ماشي قضيه يعني ان انا ما كاينش ما لاحظت انه ما كاين لا مراقب لا حتى شي حاجه يعني عايشين نصحك واحد النصيحه باش ما تزعمش نتايا حاول ما تصورش لداخل الا شافوك الباكستانيين كتصور غادي يجي يهضروا معاك يقدروا يديوك التليفون يضربوك يتكرفصوا عليك واخا مسافتك ماشي الماني هادو مكعفوا الالماني لا حتى حاجه يشوفوك كتصور ما يجي يجيو قاصدينك نيشان يعني تجنب عيني لقيتي شي صوره من بعيد زومي عليها وصافي اما تدخل هكا فوسط الكامب ودير فيديو ولا شي حاجه ايفيتيها حنا انا مغربي احسبك خويا ومتيني بغيتك تشوف هاد العيشه اللي كنعيشو حنايا هنا يعني شوف هادوك اللي عايشين في المغرب هادوك اللي حاسبين راسهم هذيك اللي قالت لك 20 درهم كافينا في النهار شوف هاد الواقع كي داير هنايا نتمنى يوصل هاد الفيديو ايوا ان شاء الله باذن الله المهم نتمنى ان تكون وصلت الفكره بان راه الشيء راه ماشي ساهل راه ماشي ساهل ماشي ساهل ان بلا نحرك انا نصيحه لوجه الله انسان الا ما كانش عنده الفلوس فلا انه ما يجيش يعني الله يحس العوان ديال كل واحد انا ما كنقولش لها يعني هذا السيد هذا واش شي درتي مزيان غلط ولا ماشي غلط لان كل واحد الله سبحانه وتعالى كيسلك واحد كياخذ القرار دراسو كيعرف واش غيوصل ولا ما غيوصلش غير بالنسبه للخوت اللي كيقولك انا غندير راه الا ما كنتيش يعني تريني عليها انا بالي اللي نسولت الاغلبيه قال لك الا ما كنتيش كتضرب تماره في المغرب وكنت غير ولد يعني ما في جهدكش فما تضربش ديك الطريقه في خوتي لان راه صعيبه تقدر تقطع الحبل مازال واحد الحاله هنايا الا بغى عاود يهضر معايا عاود لي القصه ديالو هو واحد شويه وكي مازال متردد انه يهضر معايا وما يهضرش معايا يعني جا مع صحابو سمحوا فيه في الغابه فهمتيني وخلوه بوحدو فما ما 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 ما, ما, ما عرفتش يعني هو الاخر كان معاه يعني ماشي كان معاه يعني داز القهوه تما بوحدو وجرينا عاود ممكن تعاود يعني باستعجال انا كيفاش وقعت القصه هذه القصة هادي يعني كانوا جوج صحاب و بلا دوك غير ذكر المدينة من أفضل المهم كانوا جوج صحاب هو سمح في واحد علاش على وديت المابس سمح في صاحبه صاحبه مسكين تقلق شاف قضية فيها التخربيض وداك الشيء مسكين قال لهم صافي أنا نمشي بوحدي مشى ما عرفوش واش فين مشى صافي من بعد تلاقينا حنايا جرينا معانا دري واش الله يعمر راس العمسكي بلا ما نقول التسمية فنتمنى ان اللي باغي يضرب طريقه خوت يعني حاول ترينا شي 3 شهور يضرب شي سبيكات هكا حتى دارهم ولا المهم حتى الدرب ولا شي حاجه لان الطريق هذه خصنا نمشي حنا كنا كنمشيو كنطيرو كنا كنخرجوا مع 7:30 د العشيه كنوصلوا تقريبا في 7 د الصباح يعني خاصك تحبس كاع جوج مرات فيها تحبس واحد نص ساعه في نص ساعه هذه الماكسيموم يعني حاولوا ترينيو اللي ما تريناش وهادشي يعني غتلقى صعوبه بزاف يعني تخيل دابا انا كنت كنتريني في المغرب عام اصلا كنت كنتريني كره تما يعني دابا من وصلت للكامب تخيل انا جالس دابا هنا 3 ايام دابا رجلي كنحس بهم مازال مشارجين بزاف قوه المشي كنحس بهم مازال عيانين بزاف يعني ما غاديش نقدر ندير شي حاجه يعني رجلي الا ما كنتش متريني غير نسى عليك انا كنضرب الطريق حنا ضربنا تقريبا ضربنا واحد 13 يوم وصلنا لكافالا عيينا ما قدرنا بقاتنا 200 كيلومتر حتى سميتها التسالونيك درنا فيه طلا وقطعنا الحمد لله ربي ما خيبناش وحنا دابا فيها ايوا المهم شكرا خويا على هذا اني خصني المهم الله يكمل لك خير وبخير الا كان كتبك الله ان شاء الله والله يكمل فنتمنى تكونوا سمعتوا القصه ديال السيد ونحاول انا نحاول بطريقه صراحه بغيت حتى نمشي من هنا عاد ندير هذا الشيء هذا لان ما بغيتش المشاكل ولا بالنسبه لي في العمل ديالي انا ولا بالنسبه للاخوات تيخرجوا هاد الاخوات عاد ممكن نعرض هذا الفيديو هذا لان ما بغيتش نبقيت لهمش المشاكل ممكن تعرفوا من الصوت ديالهم هنا يكونوا الناس اللي عرفوهم هنا اللي جالسين على الاقل مشاو من هنا صافي فان شاء الله يكون خير وما بغيتش نقول لان دابا مازال في اتصال ممكن ما بغيتش نقول لهم انه شنو الوجهه ديالهم فين غيمشيو بالضبط لان ما تعرفش شنو يوقعوا شي مشاكل شي حاجه فمن الافضل يكون هذا الشيء بقى هذا الشيء هذا يعني مع راسه ان شاء الله باذن الله الى كتب الله ووصل داك الدوله اللي بغا حنا رتبادنا النوامر قلت ليه اتصل بيا وممكن اننا نعاود نديروا لقاء واحد اخر معاه يكون ان شاء الله باذن الله وصل داك الغايه اللي بغا ليها هو والله يسهل على كل واحد بغى شي حاجه
فانا هذه درتها غير للمسؤولين ديال المغرب انه حشموا شويه على عرضكم وحشموا شويه على عرضكم ولا تكونوا ناعسين متكين مع راسهم ولاد الشعب كيتقهر من مظلوم. انا كنهضر من هذا لان انا كنت مظلوم، انا كنت في هذه الحاله هذه من قبل، كنت كنقرا في الجامعه وما عنديش حتى درهم ما عنديش وما نقدرش نطلب الباء. انا با اصلا مسكين ما عندوش، يعني ما عندوش من يجيب لك، ما يمكنش يعطيك كل نهار، يعني بغيتي دير غير فوتوكوبي الاوراق راه هي وما لون، راه بعت انا الديطاي حتى انا ما خليت ما درت يا رب تسمح لينا، يعني كنا كنديروا اللي سميتو في الديطاي وهادشي كنخرجوا على عباد الله الصحه عباد الله، ولكن راه ما كانش، راه كنتي كتوصل بك كتوصل بك العظم. الحمد لله كنا نقولوا الحمد لله ان كنا واكلين شاربين ولكن كيف واكلين شاربين، راه ماشي كناكلوا نشربوا بحال داكشي. بحال دابا مثلا هنا انا ولادي كي اللي طلبوا ليا كيلقاها واجده، ما يطلب لك اللي بغى. راه في المغرب راه ما راك التفاح اللي كتجيبو، راه كنتي كتجيب كيلو ولا جوج كيلو ديال التفاح مثلا، انت خصك تضرب به سيمانه كتلقى تحيد منه النص والنص تاكلو لانه مخوخ باش تشري انت داك 60 ريال ولا 40 ريال. راه صراحه انا اللي كنهبط للمغرب دابا وكنقول لكم يعني خدام والحمد لله الامور ميسره والامور بخير، كنهبط للمغرب مثلا غير نتسارى، راه كيلو ديال التفاح راه ما نقدرش نشريه كل نهار اولا كل يومين، راه غالي. راه وعدنا الخيرات ديك مزار وازرو وديك شي ديال التفاح، ومع ذلك تلقى التفاح كيدير ب 10 دراهم. ما هو السبب؟ فين هو المشكل اللي يخرج واحد يقول لك التفاح كيدير بالثمن والثمن والثمن؟ هذا راه بزاف. راه التفاح خصو يكون كيدير 2 دراهم 3 دراهم الماكسيمال، ويكون احسن تفاح كناكلو. راه التفاح هنا كيوصل عندنا مكتوب فيه ماد اموروك، داير بشحال داير هنا التفاح مغربي داير كنشريوه تقريبا بحد نقول كنشريوه باورو اورونس حشومه، لانه وصلنا لواحد الدرجه ان ولينا حنا كدبان تما يعني ولا جم. صراحه انا كنهبط وكنقول ما نعاودش نرجع للمغرب، ولكن شنقول لك كتبقى هكا كيبقى بلادك هذيك وكتحليها. فنتمنى ان المسؤولين الله يجازيهم بخير، الله يرحم بهم الوالدين، الله يرحم بهم الوالدين. راه كاين الحساب في الاخره، كاين واحد سميتها الحساب عند الله سبحانه وتعالى، عرفت تالي كاين واحد سميتها الحساب عباد الله. فالله يدير شي تاويل الخير وصافي، والله يجازي صراحه الله يجازي المانيا على هذا الشيء اللي كدير مع هاد الناس هادو وصافي. زعما يعني كدير ما في طاقتها، ولكن راه العدد بزاف وما يمكنش انها دير كل شيء. والسلام عليكم.